يشكل الابتكار المحرك الأساسي الذي يسهم في إضافة قيمة جديدة للموارد والأساليب الموجودة، ويسهم كذلك في استحداث صناعات ومنتجات وخدمات ومجالات صناعية جديدة. وتأتي زيارة فريق جريدة الرؤية رائدة إعلام المبادرات لمجمع الابتكار مسقط بجامعة السلطان قابوس بقيادة المكرم حاتم الطائي، الذي أطلق على مدار عقد كامل جائزة الرؤية لمبادرات الشباب بهدف مواكبة الاحتياجات المتغيرة التي تفرزها العديد من العوامل، لا سيما الثورة التكنولوجية الهائلة والتي تفرض مضاعفة الجهود للاستثمار في مجال الابتكار بشكل أكبر من أي وقت مضى. ويحتم علينا ذلك التركيز على السبل والوسائل التي من شأنها أن تضمن تحقيق المنافع العظيمة للابتكار بمجالاته ومستوياته المتعددة على المجتمع. وهنا في جامعة السلطان قابوس يقف مجمع الابتكار مسقط شامخاً بفكرته ومعتداً برؤيته، وشاخصاً نحو هدف وخطوة على طريق تطوير الابتكار في السلطنة وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تعزز مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين حياة أفراد المجتمع، إضافة إلى إقامة اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث جاء إنشاء مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا الذي يعد أحد المراكز البحثية 14 بجامعة السلطان قابوس، استجابة للحاجة الماسة للتوسع في الأنشطة والمجالات الخاصة بالابتكار باعتباره توجهاً استراتيجياً للدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً. مبنى الابتكار راح يضمن المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال وأيضاً مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذلك بيكون في مرافق ثانية مثل حضانة أطفال، ميني مول، قاعات للاجتماعات والنقاشات، بالإضافة إلى الموظفين، موظفي قطاع البحث العلمي والابتكار. المبنى الآخر إحنا موجودين الحين في الحالية بشكل مؤقت مثل ما شفتوا مركز صناع عمان، وايضا راح يضم مختبرات وورش اخرى. كذلك تم في نوفمبر الماضي توقيع اتفاقيه ما بين عمان تل وبرنامج الأفس التابع لوزاره الماليه وعمان تل وشركه إريكسون السويديه لتاسيس مركز الامتياز لتقنيات الاتصالات وانترنت الاشياء. العمل جاري للتشغيل، ان شاء الله راح يكونوا في الطابق الاول. وقد اكدت الخطه الاستراتيجيه للجامعه على اهميه انشاء كيان مستقل للابتكار للتوسع في أنشطة دعم المبتكرين واحتضان ابتكارات الشباب العماني في مختلف المجالات.